السلام عليكم حبابي. عليكم السلام حبيبه. صباح كلشي مزيان. السلام عليكم حبابي. وعليكم السلام حبيبه. لاباس كلشي مزيان. كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. سمحوا لي بعدا على صداع الكوكوت. كنطيبوا المرقه ياك صالحه. المرقه بنينه حلوه. لا مالحه فنه بالزويتينات وضحكوش عليا. بطاطيس كي دايرين؟ لاباس عليك. لاباس عليكم كلشي مزيان. والله الا بخير اختي كندا. صافي البدا شوف لابسه بالغا. كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو بغيت نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم في الفيديو السابق ديال عيد ميلادي. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. حتى الفيديو غيتلعب حاجه. بغيت نشكركم بزاف 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 على التفاعل ديالكم في الفيديو السابق عيد ميلادي. شكرا بزاف بزاف. كذلك شكرا على لي كومونتير ديالكم الزوينه. كلكم قلتوا لي جويز انيفيرسير وبزاف ديال الناس مشاو غالطين كيسحب ليهم. فريمون البارح كان عيد ميلادي. انا عيد ميلادي حتى نهار 31 في هذا الشهر، ولكن سبقته حيت كيف ما عارفين ان اختي غادي اختي غادي تولد وماما غادي تسافر عندها ان شاء الله. فداكشي على سبقته وطلبتوني قلتوا لي كنزه عفاكي ديري لينا فيديو ديال الهدايا اللي وصلاتك. قلت علاش لا ما نشاركش معاكم هادشي اللي وصلني. تبارك الله ما شاء الله وصلوني لي كادو. وصلوني بزاف فرحت وشي حاجه شفتها، ولكن تقريبا كل شيء هادشي باقي ما حليتوش وباقي الخير في الجهه الاخرى. المهم تبارك الله داكشي معاك كثير ومبعث على تبارك الله كثيره. تحطيت على جنب باش نوريكم هادشي. المهم انا ان شاء الله غادي نشارك معكم كادو بكادو غادي نحلو معكم. البارح ما حليتهمش حيت جيت عيانه ديال بصح داكشي علاش. وكنت لبس غير بيجامه بحال هكا نيت شحال هادي ما تحتتنا. وصراحه هاد البيجامه حمقاتني ديال بصح جابتها لي خالتي عزيزه. كان خاصك ديك الشيء خلي كتقول لي غتقول لك كنزه تصانو جوا دي فيرسي جوا دي فيرسي. المهم اول حاجه كنبغي نشكر خالتي عزيزه على البيجامه الزوينه. اليوم نيت صابحه كتصب الشتا وانا هاد الايام كنلبس غير داكشي خفيف. نيت جابتها في وقتها زوينه سخونه و امان. المهم بلاتي باقا نعقل شكون جاب لي اول كادو. هناء جابت لي اول كادو. ها هما لي كادو ديالها. انا غادي نحلهم معاكم واحد بواحد غنسبق داكشي اللي دايره انا. المهم هاد البيجامه جاتها لي خالتي عزيزه والصراحه جات فوق تحت دابا بدا كيدخل البرد. عجبتني. انتما كيف ما كتشوفوا السروال كيداير طيكو كيداير وداكشي حرير ورطب وزين. المهم عجبني الكادو ديالها. شكرا بزاف خالتي عزيزه. فكرات يعني بشي حاجه اللي انا غادي نحتاجها وغادي تخصني. شكرا بزاف خالتي عزيزه. ثاني كادو كاينه هاد البغاسلي جابتها ليا فاتي. حقه فاتي راه جات من تركيا تكون شفتو معايا في الفلوغ على سلامتك. راه في خبارهم. المهم ها هي واخيرا تلاقينا حتى البارح. جابت لي الكورميطه. شكرا حبيبه ديالي. بارك الله فيك. ماشي مشكله ويلي فنه. المهم انا عزيز عليا شي حاجه سامبل. وهاد الهديه الرائعه التي نقرب لكم هاد اش كيقولوا لي الخميسه. هاد الخميسه جابتها لي الفنه ديالي. او ماي ما اللي شفتوها في الفيديو السابق. اللي شفتوها في الفيديو السابق ورا شفتوها من اللي عطاتني الكادو الطريقه كيفاش عطاتني. بعدا سخسختني عاد اش دارتو ليا. دارتو لي وسط سيليلاك وحق الله وفرتت سيليلاك وكازا كندير بحال هكا. شفتي باقا ما شتيش في يوتيوب تتشوفي في يوتيوب. المهم
دابا ان شاء الله غادي ندوزو لهاد الشيء. قبل حكا كاينين هنا واحد الطوين قاد دايراهم، انا غادي نوريكم الطقم كامل. هادو جابتهم لي صاحبتي ندى، شكرا بزاف ندى على الكادو ديالك، عجبني بزاف. الطقم غزال، فيه توينغات وفيه السلسله ديالو، دابا نوريه لكم ان شاء الله. فغادي نحلو اول كادو اللي هو هذا جابوه ليا فيفالوك، لا مارك ديال لي لونتي، سي رشيد والعائله ديالو. شكرا لكم بزاف بزاف على الكادو. مع الاسف الشديد ما جاوش لانيفيرسير ديالي، انا غادي نحلو معاكم ان شاء الله. شتي مديكوري زوين، جبزال كاتبين لي هنا واحد الرساله خفيفه. عائله فيفالوك تتمنى لاحلى كنزه في العالم عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بالف خير. شكرا لكم بزاف، شكرا. ميرسي مسيو رشيد، الله يكبر بكم، شكرا. يلا بسم الله. خاصني صراحه موس نحطه حدايا، نجيبو لك اختي موس. او حبيبه ربي يخليك، لاحظوا معي ما هنا. شوفوا شي زين اختي، شي زين. شوفوا جاب لي لا في ايبل، كنحمق على تصوروا معايا والله. الا كنت هاد السيمانه غدا نخرج نشريها، لحقاش هناء صاحبتي كديرها وراه تبارك الله الريحه ديالها قويه بزاف. انا اون فوا حليت دابا الباك عطات الريحه، انا اللي كنحمق عليها. شكرا بزاف والله، تفرحوني. عزيز عليا، عزيز عليا. خاصك تبالي. لا لا لا، خلينا نوضح الكوالي. المهم هاي جابت لي ريحه ومعها هذا. شنو هو هذا؟ كريم وهذا جندوش. نقلب اختي، هادشي خاصو يتقلب. الريحه ديالها وصلت لعندي، شتيها؟ هادشي غير حليتها، باقا ما مرشيت ما والو. دابا غادي ندوزو الكادو ديال هاد الامانه اللي حدايا. جابت ليا واحد الصاك في واحد اللون اللي كيحمقني. شوفوا معايا، يلا قولوا او، قولوا او. زوين الصاك، شوفوا كي داير. اللون ديالو خطير، كيحمقني انا هاد الغوز. خباركم بزاف الناس جابوا لي السيكان، وانا من النوع اللي كيهز غير الشكاره، ما كنهزش السيكان الشكاره. تشاوت مع مجد، قلت لها شنو ندير لها؟ قالت لي دي ليها الساك، ما غيجيبوا لها حتى شي واحد. مع عارفين اللي ما كنهزش السيكان، ولكن انا هاد الايام شتينا امي، ما كنقول لك خاصني نعود نهز السيكان وداكشي، ومزيان والله الا جاوا في وقتهم. وهاد اللون صراحه زوين بزاف، عجبني. شكرا. ها يجي زوين. شدي اختي صاكك عليا، شدي. دابا غادي ندوز الكادو الثالث اللي وصلني من عند عبد الغفور. سيدي عبد الغفور هذا كان تخليه والاخر هذاك. لا لا فغيتو. لا لا، الكادو ديال عبد الغفور نخليه على جنب، خليه من بعد. المهم غادي ندوزو دابا الكادو اللي جابت ليا هناء بلاتي. هذا ديال هيبه، هذا ديال هناء، وحتى هذا بلاتي. جابت ليا داكشي غزال الصراحه، راه حمقوني. مهم انا استعملتهم، غيبانوا لك شويه مسخين حقاش لبستهم وداكشي. المهم جابت ليا هاد البالغيضه، الصراحه عجباتني بزاف. وتصدمت انها لقات شي حاجه قد رجلي، حقاش انا راه خاصك تبقاي تقلبي لي 3 سنين قسما بالله. وهذه باش عجباتني انها ما ضبراتني ما والو، رطبه وارتحيت فيها. وجابت لي هاد السريويل، هاد السريويل الصراحه زوين، عجبني الستيل ديالو، فيه هاد العيبات من الجناب نوريكم. زوين شتو كي داير، وفيه هاد العيبه من الجناب. وشنو جابت لي اخر؟ جابت لي جوج ديال التريكوات، كاين هذا الكري
سمحوا لي غتبان لكم واحد الطبعه هنا ما ديوش عليها لحقاش كنت لبستو وعمرتو. يلا نحطو ان شاء الله يتصبن. ها هو زوين هذا عجبني انا كيعجبني الكري. ومسكينه عيطت لي ابل فيديو قالت لي كنزه راه ما بغيت نشري لك شي حاجه اللي غادي تعجبك. ها انت شوفي واختاري. واختاريت شي حاجه وشي حاجه قلت لها راه عجبتني وكذا، ولكن قلت لها صافي خدي ليا غير هذا الكري. قلت لها راه عجبني الغوز والكري، صافي خدي الكري، الكري حسن. وهي مسكينه مشات جابتهم ليا بجوجهم. هذا باقي ما لبستوش، راه باقي بالتيكيته ديالو، حتى هو زوين. شوفوا كي داير غزال هذا ياه، فن. كيعجبني هذا الغوز. صفقوا على شنو سميتها، يلا هنا. المهم كاين هنا الكادو ديال صاحبتي هيبه، شكرا بزاف هيبه. هما انا حاطاهم هنايا باش بحال هكا ما ننسى حتى حاجه. جابت لي واحد الريحه غزاله البنات، سميتها ما بيني، فنه فنه ما بيني لا لا زوينه هاد الريحه، نوريكم. شكرا بزاف هيبه، وشكرا خالتي نوال هانتوما. وجبت لي هاد البواطه ديال الشوكولا، شكرا حبوبه. عارفاني عزيزي عليا الحلاوه يا اختي، المعده كترعد ياك اميمه. وواحد التريكو غزال، هاد التريكو حمقني اصلا. انا ان شاء الله كنخمم في البرد ستيل ديالي يكون هو وهو هذا. انا ديجا الناس كيعرفوني عزيزي عليا شي حاجه واسعه ومهلهله، ودابا دابا غادي نبدل، ولكن غادي نلبس عاوتاني شي حاجه مهلهله. غير هي غادي تكون تكونكم على قبال البرد. هذا الصراحه زوين بزاف هاد التريكو ياك، فن خطير حتى محمقني. كيعجبك ياك؟ كاينين في بيرشكا، كاينين واعرين كبار دايرين بحال القبيات زوينين. هذوك مالا غادي نمشي ناخذ. هذا تي اشهار بيرشكا شتي درتو ليه فابور؟ ماشي مشكلتك، شدي اختي حيدي عليا الكادو. دابا هادشي كامل غادي تقولي انا فوق. الا هبة الا انا دابا قربت ليا لي كادو اللي كانوا بقاو لهيه، وداك الشيء راه حيدتو هنايا باش ما يتخلطوش ليا. كاينين كاينه الزهره وايمان وامينه، وللاسف الشديد ما جات سميه. جابوا لي هاد لي كادو من الدو، جابوا لي هاد الصاك عتي عجبني الصراحه زوين، بقى كاع ما حليته كاع، مي ملي شفته عجبني. يلا قلت دابا نقلبوا معاكم ان شاء الله. شوفوا البنات زوين ياه، الله والله تخطر نايس فن فن ساك. شوف وكلاس شي صمت الداخل انا عندي هاي في سميطه الداخل هاك. وجابوا لي عاوتاني واحد البزيطين حتى هو من اردو، ها هو نفس الشكل تقريبا. نفس الشكل ناتي حتى هو زوين الصراحه. هذا الزيطين حتى هو غزال خطير فن. كيعجبني انا هذا الشكل. شكرا بزاف البنات والله، الله يكبر بكم. زهرة وي وي وسير وي وي اجي اجي حبيبة اجي اجي عندي نحلو لي كادو. عطيني لا عطيني لا مازال عطيني عطيني حبوب اجي 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 نحلو انا وباران لي كادو. ها باران 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 حنا انا وياك ماما لي كادو. باران حل صندالتي خويا اش كدير هذاك الشفار؟ ها هذاك الشفار شو قاس كياخذ ليا لي كادو؟ حط بغيتي انا ايش 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 يا حبيبه ايش
باخه بليه صافي تنجعد اجي باران 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 كان عتي ما توقعت زعما نتلاقى معاكم انا ونتلاقى مع تخني في سنة اما جو عديت للدار اما جو عديت للدار شتي الصدف سبحان الله يا اختي شكون قال غير نتلاقى مع فاطمه هنايا شكون اللي قال شكون قال من بعد فراقنا شهر وهنا شهر وهي في المغرب ويلا كتاب نتلاقى جات ورايا بربع ايام وكنقول لها اجي عدي اجي عدي الله اختي كان برا المريض اقسم عارفه العارف يلا نحلو هذا يا يلا مرحبا بك كوكو شوف هاني خذ راحتك هاني ممكن نقلك هاني فيديو المهم لا ماشي مشكل كاين هنا هذا شنو كريم ديال الجسم يا هذا كريم ديال الجسم هانتوما شوفوا معايا هادو جابتهم ليا زينب الحنين نو اخذي واحد سمحوا لي طاح لي التليفون مهم هذا الكريم جابته لي زينب الحنين شكرا بزاف زينب نخلي لكم لاباج انستغرام ديالها هنايا الى عقلت راه فيا الزميمر ماشي الزهايمر ما نخلي لكم ان شاء الله لاباج ديالها كتبيع دي برودوي غزالين وجابت لي هذا سبراي ديال الجسم انتما كتشوفوا كاين واحد هنايا كيبري ها هو وكاين واحد اخر هنا شنو جابت لي اخر هاد البارفان حتى هي ديال الجسم زوينه انا شميت الريحه ديالها قبيله غزاله عجبتني شكرا بزاف زينب الله يكبر بك حبيبه شتي عدي مع الصواب يلا تصفيقات انا دمه تزين يلا قولي سلام 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 إلى جا إلى جا سيدي ربي لاش في ذاك اليوم سيدي ربي الله ما لاش سيدي ربي برا بقاكي بقى لعتو لعتو عاش يا مار كادو جبتو لي زينب صاحبتي شكرا بزاف هذه زنوبه وحده اخرى جبتي واحد البارفان غزاله فريمون غزاله هذا البارفان جبتي زينب البنات كاع عجباتهم ناتي هذا البارفان سميتها ملكه الليل اوه انا ملكه الليل شوفوا معايا زوينه الصراحه ما عرفتش انا الريحه ديالها كي دايره كتجيب لي ريحه العود وما عرفتش مخلطه ولكن ما غالباش فيها ريحه العود كاع مش مترشيش لا ماشي ولي دوقات لنا من لا لا باران ماشي ما فيهاش ريحه العود لا ولكن زوينه ريحتها باين كوكتيل ياك كوكتيل ايه زوينه الريحه ديالها شكرا بزاف زينب على الريحه الصراحه حمقاتني بزاف زينب انا عيد ميلادي الجرجع وبالنسبه للناس اللي سولوني بزاف على الكسيوه هذه جاتني كادو غزاله هذه الكسيوه هي اللي لبست في لانيفيرسير ديالي هي اللي لبست هذه اللي مشبكه شكرا بزاف طاطا عيشه الله يكبر بك وصلنا لاخر كادو من عند شكون مولاي السلطان ديال عبد الغفور المهم جاب لي حتى هو واحد الطقم زوين صراحه عجبني البارح ما قلبتوش على خاطري يلا دابا غادي نقلبوا على خاطري معاكم بسم الله بلاتي نقادو بعدا
مديوش على الكولا على الساقة صاحبي تتشواتينا مش مشكلة عادي المهم تحيدت لها الكولا شيت بركة فيه غورميطة وطوانق وسنسلة وخاتم الخاتم باقا ما قيستوش كان قال لي يا كنزة عيط لي في التليفون قال لي شحال كتلبسي في يدك قلت له شوف انا يدي غليظه وصراحه ما عرفتوش واش غادي يجي قدي ولا لا ما عرفتوش واش غادي يجي قدي ولا لا يلا البنات شي او عاوتاني جا قدي الله يتا جا قدي ها نتوما المهم شكرا عبد الغفور على الكادو ديالك والله يتا زوين بزاف وكما كبرتي بيا الله يكبر بيك وشكرا لكاع الناس اللي حضروا معايا لانيفيرسير والناس اللي ما حضروش نتمنى ان شاء الله تحضروا معايا في وقيته اخرى شكرا لكاع الناس اللي فرحوا معايا اللي جابوا لي لي كادو واللي على الاقل كتبوا لي كومونتير زوين شكرا لكم كاملين كنشكركم واحد واحد وكنتمنى ان الفيديو كان جا خفيف على قلبكم وضحكناكم واحد شويه ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وكنبغيكم بزاف كنحماق عليكم بيزو